مصر رسميا جمهورية مصر العربية هي دولة عربية تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسيوي حيث تقع شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسيا، فهي دولة عابرة للقارات. قدر عدد سكانها ب 103 ملايين نسمة عام 2019 ليكون ترتيبها 13 بين دول العالم بعدد السكان والأكثر سكانا عربيا. يحبها شمالا البحر المتوسط وجنوبا السودان وشرقا البحر الأحمر ومن الشمال الشرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة إسرائيل. وغربا ليبيا. تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية حوالي 1,200,000 كيلومتر مربع، والمساحة المأهولة تبلغ 78,990 كيلومتر مربع بنسبة 7.8% من المساحة الكلية. وتقسم مصر إداريا إلى 27 محافظة، وتنقسم كل محافظة إلى تقسيمات إدارية أصغر وهي المراكز أو الأقسام. اللغة الرسمية العربية، العملة الجنيه المصري، العاصمة القاهرة. تقع أراضي جمهورية مصر العربية بين اختي عرض 22 درجة و36 31 درجة شمالا، وهذا يعني أن مدار السرطان يمر بالطرف الجنوبي للبلاد ماسا بالطرف الجنوبي لمدينة أسوان تقريبا، وبين خطي طول 24 درجة و37 درجة شرقي خط غرينتش. تتكون أرض مصر من نواة أركية قديمة هي جزء من الكتلة العربية النوبية، والتي تعد جزءا من الذراع الأفريقي والذي كان يمثل قلب قارة جندوانا في العصر الأركي. وقد اتعرض الدرع الأفريقي بمختلف أجزائه لتأثيرات العديد من العوامل عبر العصور، لذلك أخذت أرض مصر تنمو صوب الشمال على حساب بحر تيثيس. وبلغت مصر عند منصرم الزمن الجيولوجي الثالث مساحتها الحالية، وتشكلت ملامح سطحها وسواحلها كما هي الآن في الزمن الرابع. وقد تكونت التربة المصرية في وادي النيل ودلتاه من تراكم طمي النيل الذي أشتق أصلا من فتات صخور هضبة الحبشة، والذي بدأ يرد إلى مصر منذ نحو 10,000 سنة. ويمكن تقسيم التربة المصرية إلى أنواع، هي التربة الصلصالية السوداء الثقيلة القوام العميقة، والتربة الصلصالية السوداء الثقيلة القوام الضحلة، والتربة الصلصالية الرملية الخفيفة، والتربة الرملية الحصوية. يمكن تقسيم تضاريس البلاد إلى أربعة أقسام رئيسية: وادي النيل والدلتا، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، شبه جزيرة سيناء. ويتركز أغلب سكان مصر في وادي النيل وفي الحضر، ويشكل وادي النيل والدلتا أقل من 4% من المساحة الكلية للبلاد، أي حوالي 33,000 كيلومتر مربع. وأكبر الكتل السكانية هي القاهرة الكبرى التي بها تقريبا ربع السكان، تليها الإسكندرية، كما يعيش أغلب السكان الباقين في الدلتا وعلى ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر ومدن قناة السويس. وتشغل هذه المناطق ما مساحته 40,000 كيلومتر مربع، بينما تشكل الصحراء غير المعمورة غالبية مساحة البلاد. تشتهر مصر بأن بها إحدى أقدم الحضارات على وجه الأرض، حيث بدأ البشر بالنزوح إلى ضفاف النيل والاستقرار، وبدأ في زراعة الأرض وتربية الماشية منذ نحو 10,000 سنة. وتطور أهلها سريعا، وبدأت فيها صناعات بسيطة، وتطور نسيجها الاجتماعي المترابطة، وكونوا إمارات متجاورة مسالمة على ضفاف النيل تتبادل التجارة، سابقة في ذلك كل بلاد العالم. تشهد على ذلك حضارة البدار منذ نحو 7,000 سنة.
وحضارة نقادة 4400 سنة قبل الميلاد نحو 3000 سنة قبل الميلاد. وكان التطور الطبيعي لها أن تندمج مع بعضها البعض شمالا وجنوبا وتوحيد الوجهين القبلي والبحري، وبدأ الحكم المركزي الممثل في بدء عصر الأسرات نحو 3000 سنة قبل الميلاد. وتبادلت التجارة مع جيرانها، حيث تعد مصر من أوائل الدول التجارية. وكان لابتكار الكتابة في مصر إثرا كبيرا على مسيرة الحياة في البلاد وتطورها السريع، وكان المصري القديم مولعا بالكتابة. كذلك شهدت مصر القديمة تطورا في مجال الطب والهندسة والحساب. تواكبت على مصر العديد من العصور والحقب التاريخية مرورا بالفرس نحو 343 قبل الميلاد، ثم قدوم الإسكندر الأكبر 323 قبل الميلاد، والذي تأسست بعده الدولة البطلمية، وبعدها غزاها الرومان 31 قبل الميلاد، وظلت تحت حكمهم 600 عام. وفي فترة حكم الرومان شهدت مصر ظهور المسيحية وانتشارها في مصر، وبعدها جاء الفتح الإسلامي نحو 639 بعد الميلاد، وتحولت مصر إلى دولة إسلامية. وتأسست في مصر العديد من الدول مثل الدولة الطولونية، ثم الإخشيدية، ثم الفاطمية، ثم الأيوبية، ثم المماليك، وبعدها أصبحت تحت حكم العثمانيين حتى عام 1914 عندما أعلنت السلطنة، ثم تحولت إلى مملكة 1922، ثم تحولت بعد ذلك إلى جمهورية 1954. تشتهر مصر بالعديد من الآثار، حيث يوجد بها ثلث آثار العالم مثل أهرام الجيزة وأبي الهول ومعبد الكرنك والدير البحري ووادي الملوك، وآثارها القديمة الأخرى مثل الموجودة في مدينة منف وطيبة والكرنك. ويعرض بعض من هذه الآثار في المتاحف الكبرى في جميع أنحاء العالم. وقد وجد علم خاص بدراسة آثار مصر سمي بعلم المصريات، وكذلك هناك الآثار الرومانية والإغريقية والقبطية والإسلامية بمختلف عصورها. تعد اللغة المصرية القديمة من أقدم لغات العالم، واستمرت أكثر من 3000 سنة، واخترع المصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية. تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية لها، ووفقا للدستور الدين الرسمي الإسلام، ونظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي. وتعد مصر من الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية عام 1945، ويوجد بها المقر الرئيسي لها في القاهرة. كذلك تعد من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، حيث انضمت لها عام 1945، بالإضافة إلى عضويتها بالاتحاد الأفريقي. وكذلك تعد مصر عضوا في العديد من الاتحادات والمنظمات الدولية، ولديها العديد من العلاقات الدبلوماسية مع أغلب دول العالم. في 2016 أخذت مصر مركز جنوب أفريقيا لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا بعد نيجيريا. المناخ. يتأثر مناخ مصر بعدة عوامل، أهمها الموقع ومظاهر السطح والنظام العام للضغط والمنخفضات الجوية والمسطحات المائية، حيث ساعد ذلك كله على تقسيم مصر إلى عدة أقاليم مناخية متميزة. فتقع مصر في الإقليم المداري الجاف فيما عدا الأطراف الشمالية التي تدخل في المنطقة المعتدلة الدفيئة، التي تتمتع بمناخ شبيه بإقليم مناخ البحر المتوسط الذي يتميز بالحرارة والجفاف في أشهر الصيف وبالاعتدال في الشتاء مع سقوط أمطار قليلة تتزايد على الساحل. بحسب الموقع الفلكي للبلاد، إن أطرافها الشمالية تقع على مشارف العروض الوسطى، كما إن باقي أجزائها تقع داخل العروض المدارية الحارة والجافة، حيث يسيطر الضغط المرتفع دون المدار وما يصحبه من هواء هابط يقلل من فرص سقوط الأمطار. كما إن هذه العروض تسود بها على السطح الرياح التجارية الجافة، والتي تتميز بقابليتها لحمل بخار الماء لأنها تسخن كلما تقدمت جنوبا إلى خط الاستواء.
خلال فصل الشتاء تغلب على شمال مصر الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية والغربية، خاصة الساحل الشمالي الغربي والدلتا. وفي مصر الوسطى ومصر العليا تسود الرياح الشمالية. أما في الربيع فتبدأ الرياح الغربية في التراجع، بينما تتقدم الرياح الشمالية، وذلك بشكل عام. ولفصل الصيف نمطا مختلفا للرياح السطحية، فالرياح الشمالية وأفرعها تطغى على كل الاتجاهات وتستحوذ على أكبر نصيب من اتجاهات الرياح، وتعرف بالرياح التجارية، وهي رياح جافة وتعرف بين العوام بالهواء البحري. ويعد فصل الخريف فترة انتقالية بين ظروف الصيف والشتاء في مصر، فتبدأ الرياح الشمالية بالتراجع وقد يحدث بعض الخلل في توزيعات الرياح. بالنسبة للرطوبة فإنها ترتفع في فصل الشتاء خاصة في القسم الشمالي للبلاد، ويصل متوسط الرطوبة النسبية إلى 80% شمال البلاد و 40% في أقصى جنوب البلاد، وتصل ما بين 6% و 7% على سواحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. أما في فصل الصيف فإنها تنخفض في شهر يوليو، وتصل الرطوبة النسبية في المناطق الساحلية ما بين 6% و 7% في يوليو وأغسطس، بينما تنخفض إلى 20% في أقصى جنوب البلاد. أما في الفصول الانتقالية وهما الربيع والخريف فتكون الرطوبة النسبية وسطا بين الشتاء والصيف. الموارد الطبيعية. تتمتع مصر بالعديد من الموارد الطبيعية، فمن الموارد المائية بها ساحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى وجود 10 بحيرات طبيعية عذبة، منها بحيرة المنزلة وبحيرة البرلس وبحيرة قارون، إضافة إلى بحيرة ناصر الصناعية السد العالي، بالإضافة إلى مورد المياه العذبة الرئيسي وهو نهر النيل الذي يمتد بطول مصر وينتهي بشطريه رشيد ودمياط. ويبلغ حجم الموارد المائية المتاحة عام 2000 على 2001 حوالي 68 مليار متر مكعب، يستخدم منها في الزراعة نحو 85% سنويا، وفي الصناعة 9.5%، وفي الشرب 5.5%. ساهم وجود نهر النيل أيضا في انتشار الرقعة الزراعية على طول ضفتيه. كذلك يوجد بمصر سلاسل جبلية تمتد في جبال البحر الأحمر وجبال سانت كاترين في سيناء، وتوجد مساحات واسعة تتمثل في الصحراء الشرقية والغربية، والتي تتميز بوجود عدد من الواحات بها مثل سيوت والفرافرة والداخلة والخارجة، بالإضافة إلى صحراء سيناء. التنوع في التضاريس والأماكن الجغرافية ساهم أيضا في توفر العديد من الثروات الطبيعية مثل الحديد والذهب والمنجنيز والفوسفات، وكذلك الأحجار مثل الجرانيت والبازلت والرخام والحجر الجيري ورمل الزجاج، بالإضافة إلى الفحم والبترول والغاز الطبيعي. اللغة. اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بحسب الدستور المصري، وتكتب بها المعاملات الرسمية الحكومية وغير الحكومية والرسائل العلمية للعلوم النظرية، بينما تكتب الرسائل العلمية للعلوم التطبيقية باللغة الإنجليزية. أما اللهجة المحكية فهي اللهجة المصرية، وهي لغة عربية مخلوطة ببعض الألفاظ والكلمات من العصور القديمة، وتعد اللهجة المصرية مفهومة في جميع أرجاء البلاد على الرغم من اختلاف اللكنات وبعض الكلمات في أرجاء مصر المختلفة، ويظهر الاختلاف بوضوح نسبي، خاصة بين مناطق الوجه البحري وصعيد والمناطق الصحراوية وسيناء. تحدث المصريون العربية بعد الفتح الإسلامي لمصر، وذلك بعد اعتناق أغلب المصريين للإسلام لفهم الدين، خاصة القرآن الكريم. وكان المصريون قبل ذلك يتحدثون اللغة القبطية، وهي الطور الأخير للغة المصرية القديمة، وما زالت تستخدم في الشعائر الدينية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس أخرى بجانب اللغة العربية. يتحدث النوبيون في جنوب البلاد اللغة النوبية مخلوطة بالعربية، كذلك أهل واحة سيوة يتحدثون الأمازيغية السيوية مخلوطة باللهجة المصرية.
يفهم المصريون بشكل عام بعض اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية وبدرجة أقل الفرنسية لتدريسها في بعض مراحل التعليم. الدين في مصر 1986 الدين النسبة المئوية مسلمون 94.2% مسيحيون 5.78% يهود 0.003% أخرى 0.0169% بحسب الدستور المصري فإن الإسلام الدين الرسمي للبلاد ويعترف بحقوق أتباع ثلاث ديانات هم اليهودية والمسيحية والإسلام وغالبية سكان مصر من المسلمين من أهل السنة والجماعة وأكثر الأقلية من المسيحيين من الأقباط الأرثوذكسي والأقليات الأخرى من طوائف مسيحية بجانب اليهود كما يظهر في البلاد أتباع لديانات وطوائف أخرى غير معترف بها خاصة أن الإحصاءات السكانية الدورية في البلاد لا تدرج إحصاءات عن أتباع الديانات والطوائف منذ إحصاء عام 1986 حيث ذكر هذا الإحصاء أن المسلمين يمثلون 94% من جملة السكان في حين شكل المسيحيون 5.78% واليهود وأتباع أي معتقدات أخرى أقل من 1% من جملة السكان وأهم المؤسسات الدينية العاملة في الدولة الجامع الأزهر الذي تأسس عام 972 منذ 1005 سنة والذي يعد أحد أهم أعمدة الإسلام السني في العالم ويتولى حاليا مشيخة الأزهر الإمام الأكبر أحمد طيب كذلك تحتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مكانة هامة باعتبارها كنيسة وطنية فقد تأسست في القرن الأول على يد مرقس الرسول وحاليا يتولى رئاسة الكنيسة البابات واضروس الثاني كذلك تعمل عدد من المؤسسات الدينية المسيحية لترعى طوائفها مثل الكنيسة القبطية الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية الشيخية والكنيسة المعمدانية المستقلة وكنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس والسبتيون. أما اليهود فليس لهم مؤسسة دينية ترعاهم لقلة عددهم ولكن هناك طائفة لهم رئيستها الحالية ماجد هارون وتقدر أعداد اليهود في مصر بأقل من 20 شخص. الجنسية والتجنس يتم تنظيم الجنسية في مصر بحسب قواعد قانون الجنسية المصرية وكان أول قانون هو رقم 391 لعام 1956 ثم صدر القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ثم بعد ذلك القانون 26 لسنة 1975 ويستند قانون الجنسية المصرية على خليط من مبادئ حق الدم وحق الإقليم وبحسب القانون يعتبر الشخص مصريا إذا كان بالميلاد لأب أو لأم مصريين أو أحد الذين استقروا في مصر منذ 5 نوفمبر 1914 وليسوا من رعايا الدول الأجنبية وحافظوا على إقامتهم في مصر أو من كان في 22 فبراير 1958 يتمتع بالجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 391 لعام 1956 بشأن الجنسية المصرية ويمكن لغير المصريين اكتساب الجنسية المصرية عن طريق الإقامة في مصر 10 سنوات بشكل قانوني أو إذا كانت زوجة لمواطن مصري أو لمن يولدون في مصر بشروط خاصة وفي 2018 أقر البرلمان المصري تعديلات تسمح بتسهيلات لحصول الأجانب على الجنسية المصرية من المقيمين بوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه 350 ألف دولار أمريكي بعد 5 سنوات بشرط أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة ويحصل على الجنسية بقرار من وزير الداخلية نرجو منكم دعمنا بالاشتراك وعمل لايك وتفعيل زر الجرس